الزلزالان اللذان ضربا إيران خلفا حسب آخر حصيلة رسمية 306 قتلى و 3707 جريحا، غالبية القتلى من النساء والأطفال، وهم يشكلون في مجملهم 268 ضحية. الهزتان الأرضيتان اللتان ضربتا المنطقة الجبلية الواقعة بين منطقتي ورزغان ومهربان وهيريس في إقليم أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران وقعتا بفارق بضعة دقائق يوم السبت، وبلغت شدتهما 6.3 درجة و 6.4 درجة. أحد المواطنين على الساعة الثانية وقعت هزة ارتدادية، وأعتقد أن 90% من السكان تركوا بيوتهم، واليوم إنه اليوم الثاني الذي يقضيه الناس في الحدائق العامة. الخوف من مخاطر الهزات الارتدادية كالتي وقعت اليوم قرب منطقة ورزغان بشدة بلغت 3.8 درجات أدى بالكثير من سكان المنطقة المنكوبة إلى تفضيل المبيت في العراء أو في الخيم على البقاء في البيوت.